طيب خلينا نروح مع حضراتكم لواحد من اهم الحقيقه الملفات اللي الدوله المصريه بتوليها اهتمام كبير، وهو المشروعات او هي مشروعات الصديقه للبيئه، لانه مصر عندها خطه لحد سنه 2026 انها توصل او توصل نسبه المشروعات الخضراء ل 50%. ده بالتاكيد هيكون ليه تاثير ايجابي بشكل كبير جدا على البيئه ومعالجه التغيرات المناخيه اللي العالم كله دلوقتي الحقيقه بيتحول لطريقه تحول ان هو يلاقي طريقه لاحتوائها ولا احتواء أثرها. بدأت الدولة المصرية عهداً جديداً من خلال خطة خضراء تهدف إلى إنقاذ البيئة والعودة إلى مصادر الطاقة الطبيعية الآمنة، حيث أقامت العديد من المشروعات الصديقة للبيئة التي تتواءم مع الحفاظ عليها وتقليل الانبعاثات بها. وبلغ عدد المشروعات الخضراء المدرجة بخطة العام المالي 2020-2021 نحو 691 مشروعاً بتكلفة كلية نحو 447.3 مليار جنيه. ووفقاً للخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة، فالمستهدف هو وصول نسبة المشروعات الخضراء إلى 50%. ومن أبرز المشروعات الخضراء التي أقامتها الدولة بالأعوام الماضية مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية بإجمالي حجم استثمارات أكثر من 2 مليار دولار، ويجري تنفيذ مشروع توليد الكهرباء بتكنولوجيا الضخ والتخزين عتاقة، إضافة إلى توقيع عقد بقيمة 4.3 مليار جنيه لتنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح في خليج السويس. وجاءت مشروعات النقل الصديقة للبيئة من خلال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي، كما يجري تنفيذ مشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر بإجمالي حجم تكلفة 2.7 مليار يورو، سيستفيد منه نحو 650 ألف راكب يومياً، وذلك بالإضافة إلى زيادة عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي.